سلام البنات، مرحبا بكم في قناتكم عالم هبا. اذا كنتم من الزوار الجدد لقناتي نتمنى تضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس، وما تنسوش تتابعوني على الانستغرام وصفحتي على الفيسبوك وقناتي الثانية ليصلكم جديدي لحظة نزوله. كثير من الناس عندها الشعر لا يطول، يعني حابس يعني في مكان ومتوقف الطول، ولا ليس يعني ليس فيه حياة، ليس فيه روح، ليس فيه حيوية، باهت ومتقصف. هذه العوامل كلها عندها أسباب، أسبابها يمكن الإهمال، يمكن عدم قص الأطراف الشعر بطريقة صحيحة، ويمكن أيضا استعمال الشامبو الخاطئ، الشامبو الغير صحي يتسبب في التساقط. أيضا ممنوع استعمال السيشوار والشعر مبلل. أيضا ممنوع مشط الشعر أثناء غسله وهو يعني فيه الشامبو، لازم تمشطه وهو ناشف تماما، لا تمشط الشعر وهو مبلل بالشامبو. أيضا التغذية تلعب دور، فقر الدم يتسبب في تساقط الشعر، أيضا نقص مادة الحديد، نقص مادة الزنك، البوتاسيوم، المغنيسيوم، وتجدونها في الحبوب الكاملة، في العدس، في السبانخ، في التغذية الصحية، والبنجر، الشمندر، البتراف، تناولوا كبد الدجاج، عالجوا مشاكل الجسم الداخلية، لأنه أي جسم عنده مشاكل داخلية يؤثر على نمو الشعر. بصيلة الشعر تموت إذا لم نعتني بها من الداخل، ضروري من العناية بفروة الرأس من الداخل لتعطيك نتيجة خارجية. تناولوا الأوميغا 3، الأوميغا 6، الأوميغا 9، تجدونها في كبد الحوت، في زيت كبد الحوت، تجدون في بذور الكتان، تجدونها أيضا في زيت الزيتون. تناولوا الغذاء الصحي الغني بالحديد، البوتاسيوم والزنك والمغنيسيوم، اعملوا تدليك لفروة الرأس حتى ولو بدون زيوت لتنشيط الدورة الدموية، وجاء تدفق الدم إلى البصيلة مما يغذيها وينشطها. وأيضا ما تنسوش ترطيب الشعر بالزيوت الطبيعية والماسكات الطبيعية اللي تنعشها. أيضا اختاروا نوعية الشامبو الجيد وقصوا أطراف الشعر بطريقة صحيحة. نترك لكم الرابط في صندوق الوصف، وأيضا ما تنسوش العناية بالشعر بالطريقة الطبيعية وتجنب الصبغات المؤذية الرخيصة الثمن اللي تتسبب في تساقط وجفاف الشعر. غسلوا الشعر بشامبو جيد، ضيفوا له مثلا القهوة، ضيفوا له القرفة، الدرسين، ضيفوا له ملعقة. نترك لكم الرابط في صندوق الوصف. حضرتكم اليوم وصفات طبيعية تقوي الشعر، تغذيه، تعطيه كثافة، تعطيه فوليوم، وفي نفس الوقت تجعله يطول بسرعة، لكن طبقوا النصائح اللي حكيتها في بداية الفيديو. الخلطة نحتاج إلى زيت الزيتون يا حبذا إذا كانت بكر، أما إذا كانت غير بكر فلا بأس، البكر هي من العصرة الأولى. نضيف لها زيت الخروع إذا كانت أصلية تعطيك نتائج مثالية. عندنا أيضا الزعتر، نبات الزعتر يباع عند العطارين، معروف في جميع أنحاء العالم. اشتري هكذا أوراق مجففة واطحني، أو اشتري مطحون جاهز، انخليه وضيفي له الثوم. الثوم يعني اهرسيها جيدا تتحصلي على قوام كريمي. الثوم معروف أنه ينبت الشعر، نبات الثوم يتغلغل في بصيلة الشعر، يوقف التساقط، يعطيه كثافة، خصوصا اغتنموا الفرصة نحن في عطلة المدرسية، العطلة الصيفية، واستعملوا هذه الوصفات. ضعي كمية كبيرة من زيت الزيتون، ضيفي لها زيت الخروع مثلا ملعقة كبيرة، كمية زيت الزيتون تكون بمقدار فنجان شاي، ضيفي لها ملعقتين من زيت الخروع، وأضيفي الثوم، ملعقة من الثوم هذه الكمية، مثلا ملعقة قليل منها، ملعقة كبيرة، وملعقة من الزعتر. الزعتر يوقف التساقط، ممتاز في تقوية فروة الرأس. بإمكانكم صنع كمية كبيرة هكذا وتحتفظوا بها في قنينة، تستعملوها لثلاث استعمالات ثم اصنعوا كمية جديدة. خليطي المكونات جيدا، قومي بتدليك الفروة جيدا بهذا الزيت، والرأس يكون على وضعية الركوع لتدفق الدم والأكسجين إلى البصيلة مما يغذيها وينعشها ويزيد في طول الشعر ويجعلها صحية.
قومي بتغليفه ببلاستيك غذائي أو البلاستيك الخاص بالشعر واتركيه لمدة ساعة كاملة ثم اغسله. يكرر هذا الماسك مرتين في الأسبوع يعطيك نتيجة مثالية. ننتقل الآن إلى الماسك الموالي. عندنا البصل، البصل الأحمر العادي، هذا البصل الأحمر له خصائص ممتازة في تقوية الشعر وتغذية البصيلة والزيادة في طول الشعر وإيقاف التساقط. قومي بعصره في الخلاط الكهربائي وبعد ذلك استخلصي عصيره، لكن ضروري تستعمليه قبل مرور نصف ساعة لأنه يتأكسد، البصل يتأكسد، استعمليه فورا عصره. ضيفي له زيت جوز الهند، إذا كانت عندك الأصلية البيو الأورغانيك ضيفيها، إذا غير متوفرة عندك ضيفي زيت جوز الهند العادية ملعقة كبيرة. وضيفي أيضا جل الألوفيرا، الألوفيرا جل، جل الصبار، إذا كان متوفر عندك جل العبوة يا حبذا، إذا غير متوفر عندك استعملي جل النبتة. شوفي الطريقة. في ملعقة وأحرك المكونات جيدا وبقطنة مرريها على فروة الرأس هذه الخلطة. قومي بتدليك الفروة جيدا والرأس على وضعية الركوع. التدليك ضروري لتنشيط الدورة الدموية وتدفق الأكسجين والدم إلى البصيلة، ثم غلفيها ببلاستيك غذائي و اتركيها لمدة ساعة كاملة واغسل الشعر بعد ذلك. يكرر هذا الماسك مرتين في الأسبوع، نتيجة ممتازة. ما تنسوش الغذاء الصحي، ما تنسوش تدليك فروة الرأس ولو حتى بدون زيوت، ما تنسوش أيضا قص أطراف الشعر بطريقة صحيحة، لفيه بطريقة دائرية بنفس يعني كما نراني نفعل في الفيديو حتى تخرج هذيك جميع الشعيرات اللي فوغش احنا نسميها في الجزائر، هذاك الشعر المتقصف كامل يخرج. يعني هكذا تمسكي الشعر خصلة خصلة، تقسميه بخصل، استمري بهذه الطريقة على خصل الشعر كامل، يصبح قوي وكثيف وصحي. يعني الطريقة هذه لن تؤذي الشعر نهائي، بالعكس راح تعطيه تغذية وتعطي فرصة للشعر كامل أنه ينمو، لأنك أزلتي منه هذيك الأطراف المتقصفة اللي كانت تمنع في نموه وتسبب له في التساقط، كأنك سقيتي النبت. ما تنسوش شرب لترين من الماء يوميا. والغذاء ثم الغذاء، اهتموا بالغذاء الغني بالحديد والزنك والمغنيسيوم والبوتاسيوم، ابتعدوا عن الصبغات الكيميائية الكثيرة التي تؤذي الشعر، عملوا تدليك لفروة الرأس ولو بدون زيوت، وإذا وضعتم ماسكات أو حمامات زيوت للشعر اغسلوا الشعر بعد ساعة أو ساعتين لكي لا تتخمر البصيلة. قص أطراف الشعر بطريقة صحيحة يعطي المجال للبصيلة تتغذى ويعطي فرصة للشعرة تطول، يعني تزيل هذاك التكسر والتقصف في الشعرة بطريقة صحية. شوفوا كيف أفعل، كأنك يعني قصيتي النبتة، شفتوا الشجر هذاك اللي نقص أطرافه لكي تنمو الشجرة والأوراق وتتكاثر، هذا نفس الشيء بالنسبة للشعر. ما تنسوش أيضا اتباع النصائح اللي حكيتها في بداية الفيديو، نتمنى تجربوها وتدوموا عليها وتحسنوا استعمال المكونات وإن شاء الله تعطيكم نتائج مثالية. إذا كنتم من الزوار الجدد لقناتي نتمنى تضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس، وما تنسوش تتابعوني على الانستغرام وصفحتي على الفيسبوك وقناتي الثانية ليصلكم جديدي لحظة نزوله. شكرا بزاف بزاف وإلى اللقاء. سلام.